منتخب مصر يمكن عنده مباراة النهاردة أمام منتخب نيوزيلندا الساعة 10 بالليل في كأس عاصمة مصر الدولية، واللي بتضم أربعة منتخبات، وده الاختبار الأول للمدير الفني الجديد حسام حسن مع منتخبنا الوطني. هنتعرف دلوقتي على الاستعدادات كده الأخيرة واللمسات النهائية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نيوزيلندا، وإزاي هيكون شكل المنتخب مع طبعا المدرب الفني الجديد حسام حسن في أول مباراة له في الإدارة الفنية. معانا على الهواء الأستاذ محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة. الأستاذ محمد عراقي صباح الخير يا دكتور. أستاذ محمد صباح الخير يا دكتور محمد، وأهلا بأستاذ بسنت، يا رب تكونوا بخير وأهلا بكل مشاهدينكم. اللمسات النهائية لماتش مصر ونيوزيلندا والمباراة الأولى لحسام حسن مع المنتخب بعد توليه الإدارة الفنية. يعني أعتقد البطولة من ساعة ما اتنقلت لمصر، أعتقد من ساعة البطولة لمصر، ويعني البطولة خدت طبعا أهمية كبيرة جدا. البطولة زي ما كلنا عارفين كانت المفروض تقام في الإمارات، ولكن طبعا تم نقلها لمصر، وطبعا الفيفا كمان قرر رعاية البطولة، فبالتالي البطولة خدت منحنى مختلف تماما. ولكن أيا كان، كان كابتن حسام المدير الفني طبعا لمنتخبنا الوطني، يمكن هو من قبل البطولة وهو مقرر ان هو هيخوض البطولة بشكل قوي جدا، هي الاحتكاك الاول ليه بعد توليه المسؤولية زي ما حضرتك قلت فعلا، وكمان طبعا هو الاحتكاك الاخير قبل معسكر شهر 6 اللي هيتخلى له طبعا مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مباراتين في منتهى الأهمية سواء أمام منتخب بوركينا فاسو أو منتخب غينيا، فبالتالي هي احتكاك قوي مع منتخبات كبيرة على رأسها طبعا منتخب كرواتيا اللي بيضم طبعا أكثر من 3-4 نجوم من أفضل لاعبي العالم، وطبعا منتخب تونس القوي ومنتخب نيوزيلندا اللي هنواجهه الليله ان شاء الله. كل المنتخبات كمان واخدين البطوله بمنتهى القوه، لان كلهم عندهم تحديات مهمه خلال الفتره اللي جايه، وده اللي هيخلي البطوله طبعا تاخد مرحله مختلف. يمكن هو كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن طبعا مدير المنتخب يعني مهتمين جدا بالبطوله، اختياراتهم طبعا كانت اختيارات مميزه بشكل كبير، ما كانش عليها خلافات، يمكن بس المشكله الكبيره كانت في الاصابات العديده اللي واجهت منتخبنا الوطني، ولكن برضه اللعيبه المميزه اللي موجوده تقدر تسد مكانهم ان شاء الله، ويقدر كابتن حسام ان هو يستغلهم بافضل شكل خلال المباريات دي. طب ايه المختلف في طريقه اللعب اللي هنشوفه النهارده تحت قياده كابتن حسام حسن؟ يعني اكيد كابتن حسام الفترات اللي فاتت يمكن كان يعني دائم طبعا تحفيز لعيبه المنتخب، طريقه اللعب الجديده اللي هيلعب بيها والجمل اللي هيبتدي يطبقها، وافكار كابتن حسام حسن طبعا الفنيه اللي كلنا عارفينها، طبعا نجم كبير وبالتالي عنده خبرات متراكمه، وهو كان الفترات اللي فاتت كل همه ان هو يقدر يحافظ اللاعبين في اقصر وقت، عشان كده يمكن هو طلب اقامه المعسكر بشكل مبكر، ومثل الحمد لله برضو اتحاد الكوره ورابطه الانديه استجابوا لكابتن حسام، ويعني وقفوا الدوري بدري شويه عشان يقدر يعني يقعد مع اللعيبه بشكل اكبر، يمكن بس برضو اللعيبه الدوليين انضموا بشكل متاخر، ولكن يمكن كانوا متواجدين في كل الحصص التدريبيه، واعتقد ده هيكون له دور كبير جدا جدا في الانسجام اللي هيكون بين اللعيبه. كابتن حسام كمان اهتم بالجزء التخصصي، يمكن هو كان حريص ان هو يكون كل لاعب ليه تدريبات تخصصيه لوحده بعد انتهاء المران، يبقى كل واحد ليه تدريبات تخصصيه لوحده عشان يقدر يطور مستوى اللعيبه سواء في الهجوم او في الدفاع، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني النهارده يظهر بقى بصمات كابتن حسام حسن، لان اكيد الفتره اللي جايه هتكون مرحله مهمه جدا بعد الاخفاق في بطوله كاس افريقيا الاخير، فبالتالي كلنا حابين طبعا المنتخب يرجع تاني لصادق عقده، ونبقى مطمنين قبل معسكر شهر 6 او قبل المشاركه او اللعب المباراتين المؤهلتين لكاس العالم. طيب استاذ محمد، توقعاتك لتشكيل النهارده، شايف يعني كابتن حسام حسن هيعتمد على مين مثلا في وسط الملعب، الدفاع وخط الهجوم، شكل التشكيل هيكون عامل ازاي النهارده؟ يعني كابتن حسام طبعا كان حريص برضو في الايام الاخيره ان هو ما يبقاش مبين التشكيل، ليه؟ عشان كل اللعيبه يبقى عندها الحافزيه، كل اللعيبه يبقى عندها الباور ان هي ممكن ان شاء الله تشارك بشكل اساسي، ولكن يعني اللعيبه الاساسيين يعني كلنا عارفينهم، اللعيبه اللي هم هيشاركوا بشكل اساسي سواء المرحله دي او المرحله اللي جايه، في ظل طبعا اللعيبه اللي موجودين في المعسكر الحالي، يمكن لا خلاف طبعا على طارق عبد المنعم، لا خلاف على طبعا محمد هاني، لا خلاف على محمد حمدي، المساك الثاني دي فيها كلام، هل ممكن يبقى رامي ربيعه احتفال كبير، برضه مروان عطيه، امام عاشور، قفشه اللي خد يمكن واجبات كبيره جدا مع كابتن حسام حسن وابتدى يستعيد الثقه بشكل كبير بعد فتره كبيره جدا جدا من فقدان الثقه خصوصا مع منتخب مصر، برضه طبعا في ظل بقى الغيابات العديده في خط الهجوم سواء زيزو سواء صلاح، هيكون متواجد النهارده عمر مرموش، هيكون متواجد تريزيجيه، هيكون متواجد مصطفى محمد، يمكن دي التشكيله الاقرب، يعني دي التشكيله او التشكيل المتوقع اللي احنا متوقعينه اللي ممكن كابتن حسام حسن يقوم بيه، ولكن يعني برضو المفاجات وارده طبعا من كابتن حسام،
قلنا ان في لعيبه كتير خارج المعسكر طبعا بداء الاصابه، هتكون متواجده الفتره اللي جايه ان شاء الله، زي رمضان صبحي، زي ان شاء الله محمد صلاح، زي احمد سيد زيزو، لعيبه اعتقد طبعا ياسر ابراهيم، محمد الشناوي طبعا حارس منتخبنا الاساسي. فبالتالي اللعيبه دي ان شاء الله كمان مع اللعيبه الموجوده دي لما يرجعوا منتخبنا يكون اكثر قوه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني. بنشكرك الاستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي ومدير اداره الاعلام باتحاد الكره، كل الشكر.